تسجل معانا. تمام هبدا حالا. انا مت... ماشي يا دكتور محمد، شكرا. ان شاء الله هنبدا لقاءنا الخامس في الكونتينيوس ميديكال ايدوكيشن بروجرام الخاص بقسم الصحه العامه وطب المجتمع كليه الطب جامعه بني سويف. ولقاءنا الرابع مع استاذتنا الفاضله دكتوره هناء عبد الوهاب. الحقيقه يعني استمتعنا على مدار الاسابيع السابقه بصراحه، معلومات جميله وقيمه، وفعلا يعني اكيد الكل استفاد، وانا متاكده النهارده هيبقى استفاده جامده قوي قوي من حاجه جميله وللاسف كلنا مش بنعرف نستفيد منها، اللي هي طبعا الايجيبشن نوليدج بانك. فيعني اتفضلي يا دكتوره هنا، امتعينا يعني. شكرا دكتوره منى، ده بس نصح حضرتك في البيز. السلام عليكم جميعا. نبتدي النهارده نعمل سيرش او نتعرف على الايجيبشن بانك. الايجيبشن نوليدج بانك او بنك المعرفه المصري واحد من اهم التولز للباحثين اللي موجودين في مصر. حتى لو انت بره مصر انت تقدر ان انت تعمل اكسس جوه مصر، وتقدر ان انت تفتحه في اي مكان. هو بيوفر لحضرتك كتير جدا من محركات البحث بصفه مجانيه تماما، وبتدعم يعني اتفاقيات كتيره جدا مع اكبر دور النشر واكبر محركات البحث الموجوده. زائد ان هو بيقدر يوصلك الى مجموعه من الناشونال ريسيرش او الناشونال بيبر او الناشونال ثيسيس اللي انت يعني عشان توصل لها تحتاج تلف على مكتبات الجامعه كلها، او تخش على المكتبه الالكترونيه للجامعات المصريه اللي غالبا ما بتكونش متاح فيها كل الثيسيس اللي موجوده. ميزه الايجيبشن نوليدج بانك ان انت تقدر تدور عليه بكذا طريقه او كذا ميثودولوجي، وما في الاغلب خمس طرق هنتعرف عليهم مع بعض النهارده علشان خاطر ان انت توصل للارتكلز بتاعك بطريقه مسهله. تقدر اولا تسجل على بنك المعرفه المصري. معذوريني انا ما فتحتش التسجيل لان انا اوتوماتيك مسجله، بس تقدروا تسجلوا على بنك المعرفه المصري عن طريق ان انتوا هتلاقوا فوق هنا من البار ده هتلاقوا فيه حاجه اسمها ريجستريشن، هتسجل عليه بالرقم القومي والايميل بتاعك، وهيطلب بعض البيانات زي ان انت باحث ولا ان انت اكاديمي ولا انت استاذ جامعه ولا انت طالب ولا ايه بالظبط، وهيستوفي البيانات بتاعتك. اهم حاجه لو حضرتك قدمت بايميل جامعي او قدمت بايميل تابع لجهه بحثيه، فانت هيتفتح لك البنك المعرفه المصري كريسيرش. بنك المعرفه المصري فيه اربع حاجات تقدر ان انت تفتحها. الجزء الاول ان انت تفتحه للكيدز، وده بيشمل التعليم اللي هو الحاجات الخاصه بالاطفال وتنميه مهارات الاطفال والحاجات الخاصه بالكيجي الاطفال الصغيرين قوي. تاني حاجه في البيزكس ايدوكيشن، وده برضه خاص باطفالك في كل المناهج التعليميه المصريه اللي ممكن تستعين بيها، زائد ان في فيديوهات شرح ابديتد بصفه مستمره من كل المناهج المصريه الموجوده. تاني حاجة واللي يهمنا هو ان انت تخش عليه كساينتفك ريسيرش، وده اعلى حاجة موجودة، واذا حضرتك دخلت عليه فبيبقى متاح ليك انك تفتح كل الاربع ويندوز اللي موجودة جوه الريسيرش في جوه الايجيبشن بانك. وفي نفس الوقت هو بيفتح لك كل البيبرز وبيفتح لك كل الحاجات المتفق عليها داخل بنك المعرفة المصري. اخر حاجة لو انت هتسجل بالرقم القومي وبايميل عادي جدا مش ايميل جامعي او ايميل بحثي، فهيفتح لك كريدر. كريدر هو متاح لك حاجات كتير بس اكيد مش زي ريسيرشر، فمش هيفتح لك دايره بحث قويه قوي او مش هيساعدك ان انت تدور جوه الايجيبشن بانك بقوه، لكن ممكن يساعدك انك توصل لبعض دور النشر وبعض محركات البحث كالاطلاع. طيب لو انا مش تابع لجهه بحث وانا مش تابع لجامعه، حضرتك بتروح اكاديميه الاميره فاطمه اللي هي موجوده في العباسيه تقريبا، وبتطلب منهم تفعيل حسابك ان انت تكون كريسيرشر مصري موجود، وهم بصراحه متعاونين جدا وبيفتحوا الموضوع ده بطريقه بسيطه جدا، فبتاخد البطاقه بتاعتك وبتسجل عندهم وبيفتحوا لك الاكونت بتاعك، خصوصا لما بتبقى بوست جرادويت او خصوصا لما بتبقى يعني معاك خريج جامعه او طبيب او بتشتغل في جهه بحثيه في اي مكان حتى لو معكش يثبت ده بصفة. طيب تعالوا نشوف مع بعض النهاردة احنا هنشتغل. سجلنا على بنك المعرفة المصري، حضراتكم هتلاقونا بنشتغل كساينتيفيك ريسيرش و هاير ايدوكيشن. هيفتح لنا الشاشة اللي قدام حضراتكم. هيفتح الشاشة دي مبدئية، ودي الشاشة الرئيسية لبنك المعرفة المصري. الطريقة الأولى اللي هندور فيها جوه بنك المعرفة المصري هي إن حضراتكم هتعملوا Advanced Search.
Advanced Search دي حاجة عادية جدا صغيرة بتتعامله زي ما بتتعامله في أي محرك بحث تماما، إن أنت بتكتب التوبيك المطلوب من حضرتك وبتختار أنت هتدور عليه فين، وتقدر تعمل الـ Advanced Search بالـ AND والـ OR والـ NOT زي ما واضح لحضرتك بأي طريقة. طيب أهم حاجة إن أنت بتدوس حاجة اسمها Search Sources. Search Sources دي من أهم الحاجات اللي تظبط لك الشغل على بنك المعرفة في الأول. أولا حضرتك بتدوس عليها بتفتح الصفحة زي ده، بتختار التوبيك أو المواضيع اللي أنت بتدور فيها. طبعا بنك المعرفة بيجمع مواضيع خاصة بالطب، خاصة بالصيدلة، خاصة بالهندسة، خاصة بعلم الفيزيكس، خاصة بالطب البيطري والزراعة، خاصة بالتاريخ، حتى الـ GIS اللي هو Geographical Information System والمابس موجودة، فدي حاجة كويسة جدا. فأنت بتبتدي تحدد الايتمز اللي أنت عايز تشتغل عليه زي مثلا ميديكال، وبتبتدي تعمل كونكت، هو بيعلم اوتوماتيك على الحاجات اللي ميبي ريليتد للميديكال، يعني هو في ميديكال انجينيرنج هيبتدي يعلق عليه ويحط لك في ميديكال ماب فيبتدي يختار. في نفس الوقت أنت بتختار الببلش وهو اوتوماتيك يختار الجورنالز الميديكال اللي ليها علاقة بالببلش، واختار الداتابيز برضو لو أنا عايز أدور على جورنالز، عايز أدور على كتب، عايز أدور على أي بالظبط. طبعا بنبتدي نعمل الفلتريشن as I want، يعني زي ما حضراتكم عايز تدور بالعربي بالإنجليش ما نصحكوش بالفلتر ده لأنه هو بيشتغلش كويس، فهنبتدي نشتغل على الكلام ده، انك تحدد الموضوع اللي انت عايزه، او انت كنت هتدور على حاجه ببلش ولا ان ببلش، وهتدور عليها في ان جورنالز، وتقدر ان انت تعيد الضبط مره تانية عن طريق انك تعمل كارير اول وتسمح له ان هو يفتح لك كل حاجه مره تانية وتشتغل عليها. فطبعا حسب ما حضراتكم عايزين، احنا انا واحده من الناس بستخدم السيرش ميديكال، وفي بعض الامور بستخدم بحدد له الببلشر جورنالز اللي انا عايزه ادور عليها من باب اختصارا للوقت اللي انا عايزه اوصله. طيب ده الادفانسد سيرش، انا ببتدي اكتب الموضوع بتاعي، ولو فرضت ان انا هتكلم على الكوفيد 19 بتكلم سوري ببتدي اتكلم على الكوفيد 19 اوكي، ببتدي كوفيد 19 انا اديته اوردر ان هو هيدور على كوفيد 19، هيدور عليها فين؟ في الكي وورد ولا في الاوثرز ولا في التايتل ولا في السبجكت؟ انا بقول ادور عليها في السبجكت، وببتدي اقول له طيب عايزه اند او اور او نوت حسب المساله زي ما شرحت لحضراتكم بالنسبه للريسيرش تولز اللي انا عايزه استخدمها. لو انا عايزه ادور ان ايجيبت مثلا، عايزه ادور اند كومبليكيشن، يبقى انا بديله اوردر ان هو يدور. طبعا كومبليكيشن بنحاول نحط كومبليكيت ونحط لها الاستريكس عشان يدور على كل مضاعفات الكلمه او مرادفات هذه الكلمه، وابتدي اقول له بيبتدي يفتح. طبعا اختصارا للوقت، لكن انا حاليا بعمل له ريسيرش بلان كامله، يعني انا ممكن افتح له 15 حاجه من كل من الكلام ده عشان اعمل ريسيرش بلان كامله زي ما وضحت لحضراتكم في المحاضره دي. طيب بدأت فتحت هنا، ببتدي أدور على اللي أنا عايزاه، هو بيفضل يشتغل كده لغاية ما يقول لك it is go، يبقى في الحالة دي هو جمع كل الأرتكلز بتاعته. هنا بيقول لك دي الريسورسز اللي جت منها، أنا عندي حوالي 125 ألف بحث، عندي 60 بحث 12 في الألسفير، عندي 60 بحث 12 في بقية الأبحاث الموزعة على بقية المجلات، ولي واحد من أكبر المكتبات اللي دايماً بحب أطلع عليها فيها 6000 بحث تقريباً، ألسفير كلينيكال كي اللي هو خاص بالكلينيكال تراير حوالي 1900 بحث. عن طريق الفلتر اللي موجود هنا انا ببتدي اظبط الشغل بتاعي، ابتدي احط اعمل لسته خاصه بيا للابحاث اللي انا بشتغل عليها، عايزه احط ابعت الريزلت بتاعتي، يعني انا عجبني البيبرز دي وعايزه ابعتها على الايميل بتاعي ببعتها اوتوماتيك، وببتدي اعمل فلتر ممكن بالكي وورد، ان انا لو عايزه كي وورد معينه، عايزه الابحاث اللي ذكرت الكوفيد، عايزه الابحاث اللي ذكرت كومبليكيشن، عايزه الابحاث اللي ذكرت كلمه بانديميك، عايزه الابحاث اللي ذكرت، بيساعدك بالكي وورد قدر الامكان. بعد كده لو انت عندك اوثرز معين عايز تدور بيه فده متاح، لو انت عندك ديت معين او سنه معينه عايز تدور بيها، يعني فرضا انا عايزه ادور على الابحاث اللي موجوده في اخر 5 سنين، بدور على الابحاث اللي موجوده في اخر 5 سنين واقول له جو، ويدور لك عليها ويطلعها لك بمنتهى السهوله كان انت عملت فلتريشن للريزلت بتاعتك.
جزء برضو ان انت لو عايز تدور بلانجوج معينه او بلوكيشن معين او لانجوج ليه معينه، لان احنا متعاقدين في بنك المعرفه المصري مع كتير جدا من الجورنال اللي ممكن تنشر بالفرنش او بالسبانش، فانت محتاج ان انت ممكن تعملها ترانسليت سهل جدا. لكن لو انت مش حابب كده فانت ممكن تحدد اللانجوج بتاعتك، اللوكيشن بتاعك اللي انت عايز تحدده، اذا كنت عايز تحدد دوله معينه تم نشر هذه الابحاث بيها زي سعودي اريبيا، زي يونايتد ستيتس، زي ايطاليا، زي ايجيبت اند سو. غالبا طريقه البحث دي بتطلع لك الانترناشونال داتابيس، صعب تطلع لك الناشونال داتابيس لان احنا عندنا سيبريتد ويندو موجوده فيها الناشونال داتابيس بتاعك. ده بالنسبه للفلتر اللي موجود على ايدك الشمال. اما بالنسبه للي موجود على ايدين حضراتكم اليمين فده عباره عن كنترول تيرمز موجوده لو انت عايز تستخدمها، عباره عن ساعات بيطلع لنا حاجه اسمها بريتانيكا. بريتانيكا دي موسوعة قد تكون نشرت بعض من الصور معمولها ريفرنس أو معمولها سايتيشن أو الموثوق بها، وبعض الأبحاث قد نشرت زي الويكيبيديا، بس بريتانيكا حاجة أوسع شوية من الويكيبيديا ومور ساينتيفيكال، كموسوعة طبية كاملة ومحدثة بريفرنس قوية جدا. هي مش ذاكرة أي ريكورد في الموضوع ده، وده عندي ديكشنري لو أنا حابة أتعرف على اي مصطلح طبي او اي مصطلح مكتوب انا مش عارفه اعمله، ممكن ادوس عليه وابتدي اتعرف عليه بمنتهى السهوله. الفكره ان احنا هنا ممكن ندوس على البيبر. البيبر دي ممكن تلاقوها منشوره في اكتر من ويب سايت وموجود فيها دي او اي، يعني البيبر اللي انا واقفه عليها دي لها علاقه بالالسفير الاي بي او، اسمها هي لها علاقه بالاي او بي جورنال، اي او بي جورنال، وده لينك برضو مع سيرفر. فانا ممكن ادوس على البيبر وافتحها عادي، وكل البيبرز او اغلبيه البيبرز اللي موجوده على الايجيبشن بان، خصوصا لو انا قلت 95% من البيبر it is open access، مفتوحه كلها فور فري وتقدروا ان انتوا داونلود عليه. لو فتحت انا البيبر ده هي من بره من موقع الاي بي او الاي او بي، فانا هلاقي ان البيبر دي مقفوله مش مفتوحة، وده ان حضراتكم اتمنى انا جربته قبل المحاضرة، فعلا البيبر دي ممكن تلاقوها مقفولة مش open access، هتلاقوا الكلمة دي اتقفلت لان هي مفتوحة بناء على اتفاقية مع بنك المعرفة المصري فقط لا غير. تقدروا ان انتوا تخشوا وتقدروا ان انتوا تستعرضوا البيبر، تعملوا لها داونلود بمنتهى البساطة وتشوفوا الحاجات اللي انتوا طالبينها، زائد ان هو ممكن تستعرضوا كتير جدا من الكتب اللي ممكن تكون related للبيبر دي. طيب لو رجعنا تاني ل ممكن ان انا اعمل سايتيشن لاي نوع من البيبر اللي عند حضراتكم اللي بيشتغل بالاند نوت كواحد من الارتفيشال انتليجنس. فالاند نوت مرتبط عندي ببنك المعرفه المصري، انت بتخش على الكريفيت وبتربط الاند نوت بتاعك ببنك المعرفه المصري، وعن طريقه ان انت بتبتدي اي بيبر انا عايز انزلها وتنزل في الاند نوت لايبراري وتبقى واحده من الريفرنس بتاعتي وموجوده ومفتوحه عندي كاوبن اكسس، واقدر ان انا احط لها ريفرنس مانجمنت في الريسيرش بتاعي، يبقى تقدر ان انت تعملها اوتوماتيك وتربطها بالاند نوت والاند نوت ويب. وانا للاسف مش هقدر استعرض مع حضراتكم الاند نوت ارتفيشال انتليجنس والاند نوت ويب لان ده هيحتاج محاضرتين لوحده عشان نقدر ان احنا نفعل الكلام ده، بس هبعت لحضراتكم free version of EndNote، هي نسخة أصلية عندي هرفعها لكم على جوجل درايف وتبقى هدية مني لحضراتكم، وهبعتها لدكتور تامر إن شاء الله. طيب نرجع تاني للإيجيبشن بانك. أنا كده استعرضت الجزء بتاع الخاص بالادفانسد ريسيرش. لو حضرتك عايز تشوف اي بيبر، عايز تستعرض الاسر بتاعها، عايز تشوف نشرت فين، عايز تشير البيبر دهيت، عايز تنزل الداونلود، ممكن من غير ما تفتحها اعمل داونلود اعمل شيرنج للبيبر دهيت على الايميل، على الانستغرام، على الواتساب، على التليجرام. عايز ان انا ابتدي اترانسليت الريزلت بتاعت البيبر دهيت، لو عايز تسمع البيبر دي لسن، ودي واحدة من الفوائد الرهيبة، يعني هي بس لو انت عندك سماعة كويسة والدنيا معاك مظبوطة، فأنا مستمتع جدا ان انا ممكن اسمع بيبر او اتنين في طريق للمواصلات، وده من الحاجات القوية جدا اللي انت ممكن تسمعها. انا بسمع البيبر، انا مش عايز اقراها، انا عايز اسمع البيبر، وبالتالي سهل جدا ان انت تفعل هذه الخدمة جوه بنك المعرفة المصري. وطبعا هنا هتلاقوا عدد كبير جدا من الصفحات، لو حضراتكم عايزين ترتبوها باي old and new، هنا حضرتك بتبتدي تشوف الفلتريشن اللي موجود فوق قدامكم، ببتدي ان انا عايزه ارتبها بالتايتل، عايزه ارتبها بالاقدم والاحدث، ما اقعدش ادور في البيبر، فانا بقول له اوتوماتيكلي هات لي نيو ديت وبيجيبه لي. عايزه اشيل اي دوبليكيشن موجود، هو هيشيل لك اي بيبر
نشرت في أكتر من موقع وعندك تطبيقيشن فيها، أي حاجة أنت عايز تعملها تقدر تفلترها هنا بمنتهى البساطة والسهولة. طيب دي كانت الطريقة الأولى، هستعرض مع حضراتكم الطريقة الثانية. لو أنا عايز أرجع تاني للقاعدة الرئيسية باجي أقف هنا وابتدي أقول له برضو على scientific research بيرجعني للهوم ويندو مرة تانية وللشاشة الرئيسية من غير ما أقعد أدوس باك باك، لأن غالبا تكون أنت فاتح ميني بيبرز وتقعدش تدوس باك باك. طيب دي أول طريقة للريسيرش. تاني طريقة إن أنا بدور على الريسيرش باستخدام الأكاديميك باستخدام السبجكت براوزينج، دي هتلاقوها تحت خالص في الصفحة الرئيسية أهي، هتلاقوها تحت خالص. إن أنا عن طريق سبجكت براوزينج إن أنا بحدد التوبيك دايركتلي وبخش عليه. أنا فرضا هخش على ميديكال، أوكي، وبختار الجزئية بتاعت الميديكال اللي انا عايزه، انا جزء في الميديكال انت عايزه. ممكن تختار من هنا، ممكن تكتب هنا وتدور عليه. يعني انا فرضا عايز ادور على النيوتريشن بلس، او بدور على السيرجري، او بدور على النيوتريشنال. اهو لو دورت على نيوتريشنال ميديكال او ميتابوليكال اند نيوتريشنال ديزيز او نيوتريشنال، هنا ده كل اللي موجود في هذا الموضوع. فلو انا تخصصي محدد وعايزه ادور على التخصص بعينه، مش عايزه اخش في الادفانسد ريسيرش، عايزه ادور على اخر الاحداث اللي نشرت في مجال النيوتريشن، في مجال السيرجري، في مجال النيوروسيرجري، في مجال البابليك هيلث، في مجال اي مجال انت عايزه، بس انت محدد التوبيك، فانت تقدر اوتوماتيكلي تخش على التوبيك ده وتستعرض كل ما تم اضافته حديثا بالنسبه لهذا الموضوع، سواء ان كنت هتدور عليه كسبجكت، سواء كنت هتدور على بوك، سواء دور على سيزس، تقدر تعمل فلترة من هنا. يبقى أنا عايزة الجورنالز، أنا عايزة الجورنالز، تمام، أدور على الجورنالز، عايزة أدور على بوك، براحتك زي ما أنت حابب أنت بتدور على إيه بالظبط. تختار مثلا أنا عايزة أستعرض الجورنال الخاصة بالنيوتريشن، فبيجيب لك كل الجورنالز، الجورنالز مش البيبرز، بيستعرض معك الجورنالز، فأنا أقدر أدوس على الجورنال ده وأبتدي أن أنا احط اللي هو اختار او افعل الجورنالز دهيت. هستأذن حضراتكم ثانية واحدة، انا اسفة، ثانية واحدة. أسفل المقطع، بدور على الجورنالز اللي موجودة وببتدي أستعرضها، سواء كان جورنال سواء كان توبس خاصة بالتوبيك بتاعي، وببتدي أطلع كل الحاجة اللي خاصة اللي ممكن أن أحب أستعرضها أو حابة أشوفها. وهنا بيتعرض استعرض لك كل الإيشوز أو كل الريزولت اللي موجودة الخاصة بهذا التوبيك. فأنت لما تكون عايز توصل لحاجة أبديتد خاصة بتوبيك معين أو بموضوع معين، يفضل من حضرتك أنك تخش دايركتلي على السبجكت براوزنج وتشوف أنت عايز توصل لسبجكت إيه، لتوبيك إيه، لجورنال إيه، لببلش سنة كام، وبيقول لك هو اوتوماتيكلي المعلومه، او حتى لو هو ببلش على واحده من اي محركات البحث اللي موجوده هيجيبها لحضرتك. بالمعنى الاصح احنا بنعملها لما نكون عايزين نعرف الابديت او الايفيدنس بيز اللي موجود جديد او مستحدث داخل الايجيبشن بانك. لو هرجع تاني للصفحه الرئيسيه بتاعتي، في المنظر ده هدوس عليها، اعذروني بالانترنت، بس الانترنت في مصر طيب. دي الطريقه الثانيه اللي احنا ممكن ندور بيها في الايجيبشن بانك، ان انا ابتدي ادور باستخدام السبجكت براوزنج، او ان انا ابتدي ادور باستخدام موضوع الاساسي بتاعي من غير ما اتدخل في الادفانس سيرش ويطلع لي حاجات ممكن تكون مش ريليتد للتخصص في السب سبيشاليتي. لكن لو انت عايز تدور من انت عندك ريسيرش بلان وعايز تدور بالريسيرش بلان دي، فالافضل ان انت تمشي ستيب باي ستيب في الادفانس ريسيرش قدر الامكان في هذا الموضوع، تمام. طيب مش عارفه ايه، بس بعتذر من حضراتكم، بس الموضوع خاص بالإنترنت، فمعلش أنا بعتذر ليكم يا سالم. لا لا أبدا،
أبدا معلش مش حاجة، على مهل حضرتك. الله يس. صار إن هو زعلان أوي. هو حضرتك شغالة على الإنترنت العادي ولا على الموبايل داتا؟ على الإنترنت؟ لا لا، الإنترنت العادي مش على الموبايل داتا خالص. ساعات بس بيبقى هو سايق كده على الموبايل داتا. للأسف ممكن حاولت إن أنا أكتب حاجة. بدي اشتغل. طيب كده دي الطريقة الثانية لبنك المعرفة المصري. الطريقة الثالثة ان انت تتكلم عليها بالادفانسد براوزنج. الادفانسد براوزنج واحدة من الطرق اللي تخلي حضراتكم تدوروا دايركتلي بالجورنال اللي انتوا عايزينه. يعني انا دلوقتي لو عايزة ادور على كلمة معينة او جورنال معين او كتاب معين او رسالة بعينها او فيديو موجود تقدر، او موضوع تدور عليه باي طريقة عن طريق الادفانسد براوزنج. الادفانسد براوزنج لو فرضت ان انا بتكلم على الكوفيد. اوكي طبعا هو كل اللي هنبتدي نستخدم كوفيد 19. اوكي الكوفيد 19 انا بدور عليه، فعايزه ادور عليه، عايزه ادور على الكتب اللي تم نشرها للكوفيد 19. وعايزه اقول لكم ان كل الكتب اللي موجوده على بنك المعرفه تقريبا فور فري وتقريبا مور ابديتد كويسه جدا، تقدروا ان انتم تبصوا عليها بمنتهى القوه. تاني حاجة إن هي السيزس، الرسائل اللي تم نشرها. تالت حاجة الفيديوز اللي ممكن تكون اتعملت حتى لو في السوشيال ميديا اللي خاصة بالكوفيد، وده بيساعد جدا لو أنت عايز تعمل حملة توعية أو عايز تعمل حاجة قدر الإمكان. والجورنال طبعا. فتعالوا نقول لكم أول ما هنقول له جو هيبتدي دور لك على الموضوع اللي انت اخترته بطريقه متخصصه جدا في الحاجه اللي انت نقيتها. يعني انا دلوقتي عايزه الجورنالز، عايزه البوكس، عايزه الايه بالظبط اللي انت عايزه. بس هنا مش بيتكلم على التوبيك، يعني الموضوع اللي قبله اللي هو سبجكت براوزنج. السبجكت انت بتدور على حاجه خاصه بسبجكت او توبيك على بعضه. انا دورت على نيوتريشن جورنال، نيوتريشنال بوكس، نيوتريشنال فيديوز اند سو اون. لكن هنا انا بدور على ادفانسد براوزنج، يعني بخش اكتر في التوبيك، بنقي موضوع بعينه. زي لما بتكلم على كوفيد بتكلم على اوبيزيتي بتكلم على كذا، فهو بيجيب لك كل الارتكلز الجورنالز الفيديوز اللي موجوده اللي خاصه بهذا التوبيك. فانت لما تحب تدور على الموضوع بس هو برود شويه، او انت بتتكلم عن سبيشاليتي كبيره شويه، فانت بتدور عليها بالسبجكت. لكن لو انت بتدور على توبيك معين حاجه متخصصه فتدور عليه بالادفانسد براوزنج. ودي كانت النقطه الثانيه ان احنا ممكن ندور عليها داخل بنك المعرفه المصري. طيب لو رجعنا تاني للصفحه الاساسيه دي، كده احنا اخذنا ثلاث طرق. الادفانسد براوزنج لو عايزين ندور على موضوع متخصص بعينه واحنا ناروينج التوبيك بتاعنا. Object Browsing لو هندور على تخصص كامل وعايزين نعرف المور ابديتد فيه. بعد كده عرفنا الادفانسد سيرش بنتعامل معاه زي ما بنتعامل مع اي محرك بحث. فاضل لنا طريقتين. الطريقه الاولى
ان احنا بندور على السورسز المصريه الايجيبشن ريسيرش اوتبوت. الايجيبشن ريسيرش اوتبوت ده ناشونال ريسيرش، طبعا الناس كلها بتحتاجها، خصوصا الناس اللي بتستخدم او عايزه توصل الى ايفيدنس سيستماتيك ريفيو وعايزه تشوف الناشونال والبابليش والانبابليش، فلازم تتعرض لهذه الجورنال. اللي بيشتغل سيستماتيك ريفيو ممكن يقع فيما يسمى بالببلش بايس. الببلش بايس ان هو ما بياخدش من الانببلش سيزس او ناشونال سيزس او ناشونال بيبرز موجوده. فالايجيبشن بانك وفر لك النقطه دي فيما يخص المجتمع المصري. فالناشونال هنا هتلاقوا حضراتكم حاجتين، هتلاقوا كل ما يخص بالكونفرنس الايجيبشن كونفرنس اللي موجوده، لو كان عرضت المؤتمرات بتاعتنا، لو عرضت ريبورت، لو عرضت جرافيكال ابستراكت، لو عرضت سمرايزيشن سبيسيفيك بوينت زي مؤتمر المناخ اللي كان موجود في مصر. بصراحه انا ما كنتش متابعه للسوشيال ميديا، لكن دخلت هنا قدرت ابص على كل الريبورتات اللي موجوده اللي خاصه بهذا الموضوع، وهو بيديها بطريقه ممتازه جدا. لو حضرتك دخلت عليه بالمنظر ده هتستعرض كل الموجود داخله، وتقدر ان انت تخش على الايجيبشن كونفرنس اللي تحت، بيبتدي ان هو يوضح لي كل الايجيبشن جورنالز اللي موجوده، سواء كان التحديات القانونيه ده في القانونيه والاقتصاديه للذكاء الاصطناعي، ده حاجه هتبقى موجوده ده في نوفمبر، في يوم 5 نوفمبر تقريبا. ثاني حاجه ده عندنا another conference موجود، ده conference تاني موجود and so on. هتلاقي دول الconference اللي لسه موجودة أو بيتم الإعلان عنها أو more recent. لو أنت عايز تشوف conference خاصة بـ specific event بس حصلها at home، لو أنت عايز تخش في specific international organization زي WFP زي WHO زي UNICEF زي another international organization موجودة، وتقدر ان انت تبص عليها. لو عايز تستعرض الاخبار اللي موجودة دي برضو متاحة لحضرتك، كل الاخبار اللي بتنزل ولها علاقة ببنك المعرفة المصري. طيب ده بالنسبة المصرية وما يتعلق به، لكن انا برضو عندي القدرة ان انا استعرض كل ما يخص بالايجيبشن جورنالز. الجورنالز اللي بتنشر من جميع الجامعات المصرية موجودة ومتاحة هنا. يعني انا لو دخلت كتبت على الايجيبشن جورنالز، كل الناشونال جورنالز بلا استثناء موجوده هنا على الايجيبشن بانك. انت بس بتبتدي عايز تتصفح في انهي جورنال او في انهي تخصص، سواء كان بالرسم بالعلوم في الفن في الارت في البيزك ساينس اند في التشايلدهود، زي ما انت عايز بتدور على التخصص بتاعك مثلا وتبتدي تشوف انت عايز ايه. فانا بقول مثلا ميديكال ستادز، دخلت على كل الميديكال جورنالز الخاصه بجميع الجامعات. طيب لو انا عايز اخش تخصص معين، لو فرضنا مثلا السيرجري، لو فرضت جزء من السيرجريز اوكي، فهنا بستعرض السيرجري ببتدي يجيب لي كل الجورنالز اللي خاصه بالسيرجري، ده بتاع عين شمس، ده بتاع البيدياتريك سيرجري، ده بتاع الايجيبشن جورنال اوف نيك سيرجري، كل الناشونال سيرجريز موجوده هنا. طب لو عايز استعرض البابليك هيلث، البابليك هيلث جورنالز، هتلاقوا حضراتكم هنا كل الجورنالز الخاصه بالجامعات المصريه اللي بتتكلم على البابليك هيلث جورنالز اهي اللي موجوده، جورنالز اوف هيلث، بابليك هيلث اسوشيشن، جورنالز اوف انستيتيوت اوف بابليك هيلث. زي ما حضراتكم شايفين تالي الاولاني ده تبع جامعه عين شمس، يعني كان لي الشرف ان انا انشر فيه حاجه قبل كده. فده البابليك جورنالز تمام، فاقدر استعرض كل الجورنالز اللي خاصه باي تخصص تم نشره في مصر. ولو انا عارفه باحث بعينه وعايزه استعرض ما تم نشره، حد من اساتذتي وعايزه ابص عليه، ففي الحاله دي ممكن اكتب هو اسم الباحث واقول له شوف لي الباحث، يعني دور لي باسم الباحث مش بالجورنال نفسه، يعني دور لي باسم الباحث او دور لي باسم الجامعه او دور لي باللي انا عايزاه، فده سهل جدا ان حضراتكم تجيبوه من ببلشر. طيب لو انا عايزه ابص على الايفنتات اللي بيتم عرضها او سبق عرضها او المحاضرات اللي تم عرضها في اكاديميه الاميره فاطمه، ببتدي اشوف الايفنتس اللي موجوده هنا، بستعرض الايفنت بيجيب لي كل المنتديات او كل المحاضرات اللي تم اعطائها داخل اكاديميه الاميره فاطمه. واضح ان هي ثقيله شويه بس هو بيجيبها، حتى القديم منها بيبقى مسجل
موضوع مستعد عليه فيديوز، وتقدر ان حضراتكم تبصوا عليه وتشوفوه كويس جدا، وهتلاقوا ان الدنيا دي كويسه قوي. يعني من الحاجات اللي انا كنت بزعل لما تفوتني بعض المحاضرات اللي موجوده هناك، لكن فوجئت انها تقدروا ان انتم تستعرضوها وتشوفوا كل المحاضرات او السيشن ده. السيشن ده خاص بالجراحه، ده خاص بالكلينيكال تي، دي المحاضرات اللي هتبقى موجوده في شهر نوفمبر ان شاء الله. لو انت عايز تستعرض اكتوبر تشوف كان في ايه في اكتوبر وفاتك، تقدر ان انت تستعرض اهو كل دي المحاضرات اللي تم وجودها في شهر اكتوبر، وهكذا تقدروا ان انتم تستعرضوا كل الايفنتات اللي موجوده، سواء كانت upcoming او سواء كانت فاتتكم، فانتم تقدروا ان انتم تستعرضوها بهذا الشكل. ده بالنسبه للناشونال ريسيرش او ناشونال بيبرز اللي ممكن تكون متاحه ليكم على بنك المعرفه، من كونفرنس، من ايفنت، من جورنالز، تقدروا تدوروا عليها بمنتهى الاريحيه. طيب لو انا عايزه ارجع تاني، فببتدي اقول له انا عايزه اشوف الطريقه الاخيره للريسيرش على الناشونال على الايجيبشن بنك. هرجع مع حضراتكم كده استعراض سريع لبنك المعرفه المصري. احنا اول واحده أخذنا الأدفانسد سيرش اللي إحنا بندور عليها بالريسيرش بلان باستخدام محركات البحث أنت وأول ونوت وكوتيشن أند سو أون، بدور على البيبرز أو التوبكس بعينها أو بيبر بعينها. تاني طريقة إن أنا بدور على سبجكت معين باستخدام سبجكت براوزنج، أو بدور على فيري ناروينج توبيك باستخدام الأدفانسد براوزنج. بعد كده الناشونال باستخدام إن أدور على سورس وأدور على الإيجيبشن ريسيرش أو. طيب لو انا عايزه دلوقتي، واهم حاجه واكتر حاجه بستخدمها، عايزه ادور في محركات البحث العالميه في الانترناشونال داتابيس، بخش على سورسز برضو واطلب منه الانجليش سورس. في الانجليش سورس هيفتح لحضرتك المنظر ده. انت طبعا كريسيرشرز هنا بتفعل ان انت كريسيرشر، وبتبتدي تبص على دول حاجات منفصله لمجموعه من المحركات، ودور النشر رهيبه جدا وكلها متاحه فور فري على بنك المعرفه المصري. تعالوا نستعرض جزء منها واحده. الجزء الاولاني ده بالنسبه لوزاره التعليم، زي ما قلت لكم في مناهج كامله للتعليم، وده خاص بالاطفال اللي هو القصص والروايات والحواديت بتاعه الاطفال، فيها صور يعني فيديوز اكتر. بعد كده خلينا إيدس، دي خاصة بكل من يريد أن يسأل عن أي نوع من الدراج. أي حد يسأل على دراج وعايز يعرف الأدفيرس إفكت واليوزينج والكمباني ريبورت، الشركة بتاعته نشرت ريبورت إيه بالظبط، وإيه الأدوية الفارماكوكاينيتكس بتاعتها، وكل حاجة خاصة بأي نوع من أنواع الدواء، يخش على إيدس بالمنظر ده ويطلب هنا الايديتس ويخش عليها، هيفتح له كل ريسيرش خاص باي نوع من انواع الدراج. يعني ودي حاجه مفيده جدا مخصوصا للاطباء، طبعا الصيادله، بس الاطباء لو حضرتك عندك دواء عايز تعرف تفاصيل هذا الدواء، عايز تخش تعرف السايد افكت اللي ممكن يتعرض ليها المريض، عايز تعرف مثلا اللونج راند بتاع الدواء ده، اللايف الهاف لايف بتاعته، عايز تعرف اي حاجه، عايز تستعين ببيبر اتكلمت على الدواء ده في الريسيرش بتاعك، فانت متاح بس ليك تكتب اسم الدواء فقط لا غير، وتعمل ادفانس سيرش هيجيب لك كل الابحاث اللي ذكرت هذا الدراج بعينه. تمام. تاني حاجة لو أنا عايزة أدور عليها، طبعا في عندكم بريتانيكا الموسوعة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، ودي بتشمل الديجيتال ليرنينج. بريتانيكا واحدة من أهم الحاجات اللي فيها صور موثقة تقدر تستعين بيها في المحاضرة بتاعة حضرتك، والمصور دي أكاديميك، بريتانيكا أكاديميك اللي قدام حضراتكم دهيت من أقوى الحاجات اللي تم توثيقها كموسوعة. فانتوا تقدروا في محاضراتكم لو انتوا عايزين تستعينوا بصوره موثقه، او عايزين تستعينوا بحاجه كجايد او نولج تم اثباتها فعليا، تقدروا تلاقوها بمنتهى السهوله على بريتانيكا. طيب الحاجه اللي وراها اللي احنا عايزين نشوفها هي السي اي بي اي. السي بي اي دي خاصه بالزراعه والبطاريه، هي مش خاصه بالميديكال خالص. السي اي بي اي هي بيقولوا لها السابي تقريبا، بس انا مش متاكده من النطق ده. فهي خاصه بالزراعه وبالطب البيطري. عندنا الويب اوف ساينس، وده طبعا الكنز الاساسي لاي ميديكال ريسيرش. الويب اوف ساينس دي واحده من اهم الحاجات اللي موجوده على الايجيبشن بنك، ومن اهم الاتفاقيات اللي موجوده دي، من الحاجات اللي بتشمل كبيره جدا من دور نشر كبيره جدا. والويب اوف ساينس احنا عارفين ان الكرايتيريا للمجلات اللي تنضم للويب اوف ساينس تبقى ريستريكتد قوي وصعبه شويه،
سهل ننضم إليها، لكن هي من الحاجات الموثوقة جدا. فيها الميدلاين هيلث كير داتابيز، ودي من أهم الحاجات وأقواها ممكن تشوفوها. فيها الاند نوت اونلاين، وده من الطرق اللي انتوا هتربطوا بيه الاند نوت بتاعكم بالويب اوف ساينس. والاند نوت قلت لكم هو جزء من الريفرنس مانجمنت اللي بيستخدم الارتفيشال انتليجنس ان يرتبط اوتوماتيكلي في الداتابيس بتاعتك ويظبطها. في عندك حاجه اسمها الكيريون جورنال داتابيز، كوريان جورنال داتابيز، ودي برضو من الداتابيز الممتازة جدا اللي تقدروا تستعرضوا. تعالوا نفتحها مع بعض كده step by step، ان شاء الله نتلا يساعدنا. اول حاجة الويب اوف ساينس الكور كوليكشن، دي اكبر حاجة، دي اكبر قاعدة بيانات خاصة بالويب اوف ساينس. فيها كنوز، انا واثقة ان انتوا اللي بيخش جوه بينسى نفسه اساسا. دي واحدة من اهم المحركات البحثية اللي جمع مجموعة كبيرة جدا من الجورنالز، ومعظمها في مصر for free، يعني معظمها for free. هي داتابيس تقيلة، طبعا مش عايزة اي حاجة تتفتح معاها، داتابيس تقيلة. معلش طبعا انا هنا مسجلة اوتوماتيكلي، لكن حضراتكم جداد هتبتدوا تدوسوا ريجستر، بعد اذنكم سجلوا عليها، لان التسجيل عليها ده هيساعدكم ان انتوا تفتحوا حاجات كتير، غير كده مش تبقى متاحة لحضراتكم جامد جدا. فبالنسبة للويب اوف ساينس، فانت عندك حضرتك تكتب هنا الفيلد اللي انت هتدور فيه، تختار نوع الفيلد اللي انت هتدور فيه، هتدور في التايتل، هتدور في اليوزرز، هتدور فين بالظبط. لو فرضت ان انا هدور في التايتل، ببتدي اشوف التوبيك بتاعي. لو فرضت الكوفيد 19، خلي بالك ان انا حطيتها بين كوتيشن، عايزه ادفانسد سيرش، عايزه ابتدي احط اهو، ابتدي احط الاند والاور، ان شاء الله احط 20 واحد براحتي، وابتدي اقول سيرش. هتفتح لحضراتكم بالطريقه دي، ودي من اهم البيبر، من اهم المواقع اللي هتفيدكم. ازاي بقى هتفيدكم المواقع دي؟ اولا ان الفلتريشن بتاعها قوي جدا، يعني اقدر افتح ايه الاوبن اكسس، وافتر اشوف ايه الايرلي اكسس، افتر اقدر اشوف مين اقوى بيبر فيها، سميها الهوت بيبرز اللي هي اقوى بيبر موجود لها سايتيشنز، وابتدي ادور بالسنين زي ما حضراتكم شايفين، ابتدي ادور بالماتيريال، بالارتكلز، بالابستراكت، زي ما تحب، زي ما انت عايز تبتدي تشوف الفلتر بتاعك. طبعا ممكن تدور بالسايتيشن، دي من اهم حاجه، ممكن تدور بالكاتيجوري، ساينس كاتيجوريز. لو انا بدور بقى بابليك هيلث، انفكشوس ديزيز، سايكولوجيكال، عايز حاجه بعينها خاصه بالموضوع، يعني انا عايزه مثلا البابليك انفايرمنت اوكيبيشنال مع الكوفيد، فدي من الحاجات القويه اللي بتسمح لك الفلتريشن بتاعها قوي جدا جدا جدا. طيب من الحاجات اللي احب استعرضها مع حضراتكم هنا بالذات، ان انا عندي حاجه اسمها انالايز ريزلت، ان انا لو عايزه اشوف انا عندي حوالي 331,000 بيبر، طب انا عايزه اشوف البيبر دي، اشوف لها تحليل اناليسس، اشوف لها اناليسس ازاي؟ بالطريقه دي، انت بتفتح الكاتيجوري اللي انت عايز تشوف له اناليسس، انا عايزه اسمها هنا، تفتح الكاتيجوري عايزين نشوف هنا، طب انا عايزه اعمل لها اناليسس، هنا بيقول لك قد ايه، ثانيه واحده، قد ايه بيتكلم ميديكال، ميديكال جورنال انترنال، قد ايه انفكشوس ديزيزز، قد ايه انفايرمنت. طبعا انا عارفه ان هي ليها اناليسس هنا، ريزلت كاونت، اند هو هنا بيطلع لكم رسم بياني كامل لمجموعة الأبحاث اللي خاصة بهذا الموضوع، يعني أنا ببتدي عارفة كم بحث نشر في الموضوع اللي علاقة ببعضه، فهو هو نزل على الكمبيوتر عندي عشان خاطر يعني جايز النت هنا مش ساعفني، بس هو هينزل داونلود على الكمبيوتر، بس أنا هوقف كل ده. ممكن نستعرضه هنا ونزل عندنا اهو، ده انا نزل الفيديو بتاعه. اوكي
طيب خلاص احنا هنا المفروض ان هو بيستعرض الريزلت، يعني المفروض ان هي اوتوماتيكلي بيستعرض الريزلت بتاعتك، بس جايز عندي عشان مجموعه الانترنت اللي عندي الانترنت عندي مش كويس، لكن هنا مجرد ما ادوس انا على الفيجواليزيشن بيبتدي يستعرض لي الريزلت اللي موجوده الخاصه، اقول له اعمل لي او بالظبط كده، اقول له اعمل لي بار شورت خاصه بالموضوع ده، بيعمل بار شورت كامله خاصه بالموضوع، يقول لك كم بحث اتنشر بالميديكال جورنالز، كم بحث اتنشر في البابليك، كم بحث اتنشر مع الانفكشوس ديزيزز، كم بحث اتنشر في السايكولوجي، كل دول كوفيد مع سايكولوجي، كوفيد مع انفكشوس ديزيزز، كوفيد مع اميونيتي، فهو بيديك ريزلت كامله. ممكن انا اخد الابحاث اللي بشتغل في الريفيو، ممكن اخد الابحاث اللي هي وابتدي او اخد الريزلت دهيت وابتدي اعملها داونلود على الكمبيوتر عندي، وابتدي اقول له معلش تعمل لي ابحاث خاص وريني الريزلت الخاصه بهذا البحث، عن طريق ان انت بتستعرض بقى كل حاجه انت عايزها وتشوف انت عايز ايه بالظبط في انهي واحده، وتبتدي تقول له معلش اعرض لي الريزلت ده. اوكي، فهو بيستعرض لك الريزلت الخاصه بالريسيرش، ودي من الحاجات الجميله، يعني انتوا افتحوها بس هتلاقوا حاجات جميله جدا جدا قويه جدا بتستعرض حاجات بمنتهى الجمال. ده بالنسبه للويب ساينس كود. في عندنا حاجه اسمها الميد لاين، وده برضو داتابيس كبيره جدا كبيره جدا بمعنى كلمه كبيره، هي بتشمل الاوروبيان داتابيس، معظمها اوروبيان داتابيس، لكن هي قويه جدا وتقدروا ان انتوا تطلعوا على مجموعه من البيبر مش هتلاقوها مفتوحه. الميزه في الميد لاين ان انتوا هتلاقوا كتب كتيره قوي، يعني الموست ابديتد والبيبر اللي منشور، الكتب المنشوره حديثا اللي خاصه فيها زي العلوم، العلوم الطبيه بالذات هتلاقوا لها كتب كتيره جدا، يعني الواحد وهو طالب كان يتمنى ان هو يشوف مجموعه البيبرز اللي موجوده دي. ده اهو فتح لك بالطريقه دي نفس الصفحه تقريبا، بس هي مش خاصه بالويب اوف ساينس، خاصه بالميد لاين بيز. حضرتك بتخش بتشوف الميد لاين بيز، بتكتب البيبر بتاعتك، العنوان بتاعك، بتبتدي تشوف اللي عايز تدور فيه وتطلع الرينج بتاعك بمنتهى البساطه. ده خاص بالميد لاين داتابيس. بعد كده في عندنا كمان الاندي نوت اونلاين، اتمنى من حضراتكم تفعلوه، ان واحد من الحاجات الكويسه جدا اللي هتساعدكم ان انتم تنزلوا ريفرنس على مكتبه الاندي نوت بتاعتكم اوتوماتيكلي. في حاجه اسمها الكوريان جورنال داتابيس، دي برضو واحدة من الجورنالز القوية أو محركات البحث القوية، هي الصفحة واحدة لكن محركات البحث من جوه مختلفة تماما. لازم حضراتكم تخشوا تفتحوا الميد لاين داتابيز والويب ساينس داتابيز والكوريان داتابيز، كل ده هتلاقوه مختلف، وكل واحد بيستعرض مجموعة من الأبحاث دي خاصة تقريبا بالكاريبيان، الكاريبيان داتابيز والامريكا اللاتينيه، وهتلاقوا عليها مجموعه من الابحاث مختلفه تماما والموضوع بتاعها متميز جدا جدا، فتقدروا ان انتوا تخشوا اللي عليها من الكاريبيان داتابيس. طيب بعد كده عندنا النقطه الثانيه مش الويب اوف ساينس، في عندنا الكلينيكال تي، الكلينيكال كي. الكلينيكال كي ده محرك بحثي، طبعا كلنا عارفين الموقع بتاع كلينيكال كي دوت جو. الكلينيكال كي دوت جو هو من احد المواقع اللي بينشر كل الكلينيكال ترايل او الريزلت حتى لو هي لسه الكلينيكال موجوده. هنا الجمال فيها ان معظم الكلينيكال ترايلز اللي حضراتكم هتدوروا عليها تلاقوها موجود، كجايد لاين، تشوفوا انتوا عايزين كلينيكال اوفر فيو، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه موجود هنا. انا بدور على التوبيك برضو، ببتدي اقول له دور لي جورنالز، او ببتدي اقول له انا عايزه بس الكلينيكال ترايلز اللي موجوده. في اختيارات كثيره جدا، عايزه دراج موموجرافي ودي حاجه مش موجوده في اي حته، عايزه المالتي ميديا، عايزه حاجات كلينيكال كالكوليتر، عايزه كلينيكال فوكس، كل الحاجات دي، عايزه بروسيدرز فيديو لو حاجه معينه منشورها فيديو. اوكي، وتقدر تدور في اي مكان، لو دورت في جورنال عن اي موضوع انت عايزه، لو فرضنا عن اوبيزيتي، اوكي هو بيقترح عليك بس اوكي سيرش، بيفتح لك الصفحه الرئيسيه بتاعك. برضه هو الفلتر بتاعه ممتاز، بس خلت بالكم ان الفلتر عارض الميتا اناليسيس، لان انا غالبيه الريسيرش هنا كلينيكال ترايل، فهنا الميتا اناليسيس واحده من توب اوف ذا توب ريسيرش سيرش ايفيدنس بيز، فالناس اللي عايزه تستعرض ميتا اناليسيس لابحاث بعينها، الكلينيكال كي ده من اكتر الحاجات اللي تساعدك على هذا الموضوع. بالمعنى الاصح لو انت عايز تعمل سيستماتيك ريفيو وعايز تجمع الابحاث الكلينيكال ترايل اللي تم استخدامها في موضوع معين، فمن الافضل انك تخش اوتوماتيك على الكلينيكال كي.
طبعا لو انت استخدمت الكلينيكال كي برا الايجيبشن بانك للاسف هتلاقي كل الحاجات دي مقفوله بالنسبه لك، لكن هنا طبعا الموضوع ممتاز جدا ومفتوح وكل البيبرز مفتوحه وموجود فيها اماكن اسامي الجورنالز اللي تم نشرها، وتقدروا ان انتم تتصفحوها بمنتهى البساطه وتعملوا عليها فلتريشن وتاخدوا اللي يناسبكم وتشوفوا التولز كمان اللي انتم عايزين تستخدموها والبراوز اللي انتم عايزين تدوروا عليه. طيب ده بالنسبه للكلينيكال كي. نرجع تاني بعد كده الكوكرين. طبعا كلنا عارفين ان الكوكرين لايبراري ده واحد من اكبر محركات البحث اللي خاصه بالسيستماتيك ريفيو، واللي يعرف حاجه عن السيستماتيك ريفيو احنا بنخش على كوكرين لايبراري بالمنظر ده. السيستماتيك ريفيو بيساعد حضرتك في ثلاث حاجات بالظبط، يساعد الباحثين في ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان انا حضرتك تقدر تعرف منه the novelty of the research، ودي احنا شرحناها مع بعض عن طريق ان انت بتستعرض الفيرست بلوت وتشوف انه البحث ده هل هو still novel ولا not novel، يعني بالمعنى الاصح لو انا هشتغل فيه هيبقى النوفاليتي بتاعتي كويسه والمجلات تقبلني ولا النوفاليتي بتاعتي مش مظبوطه وساعتها هيبقى research first. فطبعا انت بتخش هنا سواء كنت عايز تدور بالبيكو او بالميش او اللي هو الميديكال تيرم او بالجنرال سيرش، برضو نفس الطريقه زيه زي اي محرك بحث، بتختار انت بتدور في التايتل ولا في الابستراكت ولا فين بالظبط في التكست، وبتدور على الموضوع بتاعك. انا كنت بدور على البرياتريك سيرجري والنيوتريشن، وتقدر ان انت بالزد دي تختار اكتر من محرك بحثي وتقول له رن. اوكي هنا طبعا عشان دي انا حطيتها لازم اشيلها. اوكي رن، هنا بيبتدي يطلع لك السيستماتيك ريفيو اللي موجوده خاصه بهذا الموضوع. طبعا حضرتك اهي دي الكلينيكال ريفيو، في 9 ريفيو اتعملوا في هذا الموضوع، تقدر تستعرض التسعة بتخش عليهم بتشوف الفيرست بلوت بتحدد النوفات. دي اول حاجه قويه في السيستماتيك ريفيو. تاني حاجه ان السيستماتيك ريفيو بيساعدك على ان انت تبني ايفيدنس بيس اوبينيون. انا طالع مؤتمر، انا طالع ادي محاضره، انا هسال بيشنت جاي لي وعايزه اوصف له ذا بيست ديسيشن او احسن قرار اقدر اديه او احسن مور ابديت ديسيشن ميديكال ديسيشن عايزه اقوله في المحاضره او اطلع اقوله في المؤتمر، فلازم يكون مبني على ايفيدنس بيس. طبعا عشان احط ايفيدنس بيس فانا عندي لازم احترم ثلاث دوائر، الدائره الاولى هي ان ريسيرش، الدائره الثانيه هي الاكسبيرينس، الدائره الثالثه هي البيشنت فاليو. فلما ببتدي احط الثلاث دوائر وببتدي اشوف احسن قرار بقدر اوصل له ايه بالظبط والمور ابديتد، فهنا اللي يساعدني ان انا ما اقراش اوريجينال ريسيرش، ان انا اقرا سيستماتيك ريفيو ريسيرش، ان انا اخش على الريفيو واشوف مجموعه الاستاديز اللي هاف ذا سيم ريسيرش كويشن اتفقوا على ايه؟ ايه اللي مطلوب؟ فبالتالي انا بقدر اوصل الى معلومه ايفيدنس بيس فما اقدر اعتمد عليها، او ابتدي اقول والله ما زال هذا الموضوع يعني يتطلب ابحاث اخرى مستقبليه. فانت لما بتطلع بتتكلم بالطريقه دي او لما تعمل المحاضره بتاعتك او محاضره المؤتمر بتاعك ايفيدنس بيس على سيستماتيك ريفيو صعب جدا التشكيك في قوتها والمعلومات اللي موجوده فيه. تاني حاجة هنا بيقول لك إن في 5 كوكرين بروتوكول مسجلين في هذا الموضوع، وبيستعرض برضو معاك إن في 77 ترايل اتعملت في هذا الموضوع. فانت تقدر تشوف كل الحاجات، وهنا برضو الفلتر او الديت بتاعك زي ما تحب، وطبعا كلها مفتوحه فور فري. انا في بعض الحاجات ممكن ادور على الميديكال تيرم، لان الميديكال تيرم دي بتدي حضرتك ما يسمى بالتري. لو انت كتبت هنا اوبيزيتي نفس الموضوع، او احنا كنا كاتبين على بيراتيك ماشي اوبيزيتي وقلت له لوك اب، فهنا هيديك حاجه اسمها مش تري، دي موجوده بس في الميديكال تيرم. في الميديكال تيرم هنا بيديك شجره كامله من من السيستماتيك ريفيو اللي اتعملت في هذا الموضوع. يعني انت عايز ابدومينال اوبيزيتي، عايز ماتيرنال اوبيزيتي، عايز موربيد اوبيزيتي، عايز بيدياتريك اوبيزيتي، عايز ايه بالظبط. فكل ما تقف على واحده هيديك عدد الترايلز وعدد الريفيوز اللي موجوده في هذا الموضوع. يعني انت لو اخترت اي حاجه من دول هتبتدي يذكر لك عدد الريفيو اللي موجوده او عدد الكلينيكال ترايل الموجوده. كوكرين بيتعامل غالبا مع الترايل ومع السيستماتيك ريفيو، ومن اكتر المواقع اللي هي هايلي ايفيدنس يعتمد عليها، صعب جدا تنشر حاجه مفبركه او حاجه مش مظبوطه. فهنا ده انصح يعني طبعا الكوكرين احنا بندي فيه محاضره كامله هاو تو ريسيرش، بس حضراتكم لو تفقدتوه بصفه مبدئيه هتتعرفوا عليه بطريقه سهله جدا، يعني هو مش صعب
مش حاجة صعبة لا خالص، بالعكس حاجة كويسة جدا جدا وسهل جدا في التصفح بتاعه وبيبقى ابديتد. دي حاجة بس أحب أوريها لحضراتكم، هي الكلينيكال أنسر، ودي من الحاجات المفيدة جدا في بعض المواضيع. طبعا إحنا عندنا إن واحد من الببلش أرتكلز اللي موجودة، إحنا الببلش أرتكلز أربعة، لو أنت هتنشر أوريجينال ريسيرش أو هتنشر سيستماتيك ريفيو أو هتنشر حاجة اسمها ليتر أوف كوميونيكيشن أو إديتور ليتر، إن أنت بتبعت مثلا عندك بحث وبتبتدي إن أنت تشوف البحث بتاعك ده تم نشره، فبتبتدي تقول لهم والله ده أنا الريزلت بتاعتي توافقت مع البحث بتاعكم في كذا واختلفت في كذا، فبتبعت إديتور ليتر، بتبعت ليتر للإديتور بتاعه وبتبتدي إن أنت تكتب، فبينشروا رأيك بطريقة قوية جدا ومكتوب عليه اسمك والناس بتستعرض، فأنت بتلاقي آراء كتيرة جدا وأفكار كتيرة جدا ممكن تساعدك في البحث بتاعك أو في فهم الموضوع. فلو في موضوع في كلينيكال انسر انصح حضراتكم بقرايتها بصفه كويسه جدا يعني بصفه مستمره. اوكي، ده اللي خاص بالكوكرين اند كوكرين لايبراري. الميزه اللي بس عايزه اوريها لحضراتكم ان هنا في عندك كوكرين ريجستر. كوكرين ريجستر لو حضراتكم عايزين تسجلوا بروتوكول وتنشروه في كوكرين، يعني حضراتكم عايزين تعملوا سيستماتيك ريفيو وتسجلوا البروتوكول تبع كوكرين، فده افيلابل واتس فور فري، فمش هتدفع فيه فلوس وهيتم نشره تماما. والريجستريشن ده بحضراتكم بيديكم من 9 شهور الى سنه ونص تو ببلش السيستماتيك ريفيو بتاعك، واتمنى ان محدش يسبقك لان ساعتها هيوقف النشر بتاعك لو في حد سبقك في هذا الموضوع. ده بالنسبة للكوكرين. طبعا في حاجات كتيرة بس هي ملهاش دعوة بالميديسن شوية فأنا مش هتعرض لها، زي Discovery Education. Discovery واحدة من الحاجات اللي خاصة يعني اللي هو الاكتشافات العلمية والأبحاث، يعني هي مفيدة أكثر للأطفال يعني مش لينا. في عندنا المؤتمرات المصرية هنا طبعا السفير والسكوبس هنا مفتوحين بالكامل. انا عندي السفير داتابيز والسكوبس داتابيز، ودي حاجه قويه جدا. سكوبس داتابيز اهي كلها مفتوحه، طبعا السكوبس بره الايجيبشن بنك مقفوله، ما حدش يحاول يخشها، باخشوها بره الايجيبشن بنك مش هتعرفوا تشتغلوا عليه. تمام، ادي السكوبس. طبعا دايره بحث كبيره جدا، برضو بدور بالارتكلز بالكيوردز بالحاجه اللي انا عايزها، انا بسرعت ببتدي ادور على التوبيك بتاعي باي طريقه اهي، ببتدي اقول له سيرش، بيبتدي يطلع لي كل المواضيع والكتب وما وخلافه، وطبعا الفلتر اللي موجود اي برضو نفس السيستم يطلع لك كل حاجه. ادي الاوثرز، ادي الجورنالز، ادي سنه النشر. طبعا 2024 مش معناها لا، دي في طريقها للنشر، هم نشروا شورت ريتريتشر عشان خاطر يعني يحفظوا حقهم في النشر، لكن 2024 ده هي ناس لسه بكملتش، يعني هتلاقوا ان في عندكم ده بيبر من 1 باراجراف او من 2 باراجراف، بس هم حفظا لحقهم في النشر نشروا ده. كان دي حاجه اسمها شورت كوميونيكيشن ارتكلز ببلش ارتكلز، ودي بنشر انا لما وصلت البحث لحاجه مهمه ومش عايزه غيري يسبقني، فبعمل انترودكشن من باراجراف واحد وببتدي احط تيبل واحد او فيجر واحد، وببتدي ان انا احط الريزلت المين ريزلت اللي انا وصلت لها وانشرها زي ما انتم شايفين كده في 24، في حيث ان انا احفظ حقي بالاسبقيه في هذا النشر. طبعا هتلاقوا في حاجات كتيره جدا تقدروا تعملوا داونلود، تقدروا تعملوا اكسبورت لاي حاجه من زي الاند نوت والمندلي اند سو اون، تقدروا تعملوا سايتيشن شوفوا السايتيشن، تقدروا تعملوا ديت شوفوا الاقدم والاحدث، برضو تقدروا تعملوا انالايز للريزلت اللي موجوده كصوره جراف وتستعرضوها، ودي من الحاجات اللي بتفيدني جدا جدا في المؤتمرات ان انا بستعرض كل الريزلت او كل الابحاث. يعني هنا الاوبيزيتي الابحاث اللي نشرت على السكوبس كانت من اول سنه 1973 لغايه سنه 21، وبعد كده مفيش ابحاث جديده في هذا الموضوع، فمعنى كده ان الموضوع مش نوفل، وهذه قمه الابحاث كانت موجوده في الفتره دي. طبعا كل ما هتقف هيطلع لك عدد الابحاث اللي نشرت في كل سنه من السنين، وطبعا لما بتاخد الجراف ده على البيفت تيبل وبتعرضه في المؤتمر ده، يعني انت حد متمكن انك قدرت توصل لجميع الابحاث اللي نشرت على سكوبس بالطريقه دي، فتقدر تشوف عدد الابحاث اللي نشرت في كل سنه وتستعرض كل الابحاث اللي موجوده بالريزلت بتاعتها، ده في الاناليتيكال ريزلت. طبعا هي اخف شويه من ويب اوف ساينس وفتحت معانا بسهوله، يعني
ده بالنسبة لهنا. طبعا هنا تقدروا تعملوا داونلود لأي بيبر انتوا عايزينها، وبرضو جوه البيبر لو فتحت البيبر في خاصية الاستماع اللي أنا قلتها لحضراتكم، في خاصية الترانسليشن ودي مشهورة بها سكوبس، يعني لو أنا عايز أدور إن أنا أسمع الأبستراكت ده لأن أنا أشوف الكيورد بتاعته، إن أنا أبتدي أشوف الريليتد أرتيكلز، كل الكلام ده متاح هنا، تقدروا تشوفوا كل اللي أنتوا عايزينه من التونز اللي موجودة جوه سكوبس. نرجع تاني للإيجيبشن بانك. طيب بالنسبة للإيجيبشن بانك في عندنا الإلسب ده بالنسبة لسكوبس، الكلينيكال كي هو نفسه اللي موجود بره، في عندنا الإلسبير جورنالز ودي واحدة برضو من الجورنالز المهمة، الإلسبير جورنالز تقدروا إن أنتوا تخشوا وتدوروا على كل حاجة خاصة بالساينس دايركت، دي واحدة من النشر دور النشر تبع الإلسبير، فأقدر أشوفها وأقدر أدور على المصطلح اللي أنا عايزة، يعني فرضت إن أنا هدور على الكوفيد، عايز أدور في كتاب معين، عايز أدور في جورنال معين، عايز أدور في أسس معين، ده up to you، تقدروا ان انتوا توصلوا برضو بمنتهى البساطة لأي بيبر نشرت في هذه دور النشر. الفكرة هنا ان الكتب برضو جميلة جدا، يعني الكتب هنا من اعظم الكتب بالنسبة للpublic health، الناس الinterested بالpublic health، فالإلسفير والسكوبس من اكتر الحاجات اللي ساعدتني في حياتي في الpublic health في الابيداميولوجي، حاجات كبيرة جدا ممتازة جدا updated بشكل متميز، فانتوا تقدروا ان انتوا تبصوا عليها وتشوفوها بمنتهى السلاسة، يعني كلها for free. فهنا اهو كل الجورنالز اللي نشرت هذا الموضوع او الارتكلز، وادي الكتب اللي موجوده لو حضراتكم عايزين تستعرضوا الكتب، دي الكتب هو بيطلع لك اوتوماتيك الببلش او سكسسفل بابليكيشن الكتب اللي موجوده لو انت حابب تبص في الموضوع. فانا واحده من الناس لما كنت بتعرض لموضوع جديد وعايزه اقرا فيه او عايزه اعرف مثلا ابيديميولوجي بالنسبه لي حياتي، فانا عايزه اقرا الكتب الجديده في الابيديميولوجي، فتقدر ان انت تخش على الكتاب معظمها فيه. تاني حاجة طبعا احنا اساتذتنا علمونا احنا ما بنقراش الكتاب من الجلد للجلد، احنا بنقرا الشابتر المهم لينا اللي احنا هيضيف لينا حياتنا، فطبعا هنا سهل جدا انك تتصفح شباتك، انا نفسي ادوس لكم عليه بس هو هيوقف الانترنت عندي، دوسوا عليه هتلاقوا بيستعرض لك الشباتر واهميه كل شابتر والاوبجكتيف بتاعت كل شابتر، فواحده من الامتيازات الرهيبه اللي موجوده جوه ال سي بي. نرجع تاني لبنك المعرفه، ده هنا معظمها في حاجة اسمها جيوفاكت داتابيز، ودي داتابيز برضو ممتازة تقدروا تشوفوها، نسيت انا عارفة يا رب تفتح ان شاء الله، هي الجيوفاكت داتابيز ممتازة جدا كواحدة من محركات البحث الأساسية اللي أنا بستخدمها لما كنت عايز توصل لحاجة غريبة، يعني دايما الأبحاث بتاعتها غريبة شوية بس هي معظمها جيوفاكت حقيقة، يعني بتستعرض الحقائق بطريقة مختلفة شوية، معلش اعذرني انا عارفه انها تقيله يمكن عشان كده ترددت في ان انا ادوس عليها. طيب ممكن ندور عليها ونرجع تاني بس الايجيبشن بانك لانها توقفنا. بعد كده في عندنا السبيرنج ناتشرال اكسبيرمنتس، دي بتدور في الميثودولوجي، يعني حضرتك لو عايز توصل لميثودولوجي معينه في البحث بتاعي، انا عايزه اوصل للبي سي ار، عايزه اوصل انا بدور هنا بالميثودولوجي بالإلايزا، عايز ادور ب سبيسيفيك ستاتستيكال ميثودز، فانت هنا بتكتب التكنيك او الميثودز او الانتي بوديز اللي انت بتدور بيه وهو بيطلع لك. دي الاختلاف عن السبيرنج ناتشرال العاديه، السبيرنج ناتشرال العاديه مفتوحه فور سيزس فور ارتكلز زي ما انتم عايزين، لكن هنا انت بتدور بالميثودولوجي، انت بتدور بالميثودولوجي مش بتدور بالبيبر، يعني انا بدور مثلا انا عايزه اكتب بي سي ار، فهو بيطلع لي الحاجات الريليتد للبي سي ار وببتدي ادور بالناتشرال ميثودز، ممكن ادور هنا بالناتشرال ميثودز اوكي، فبيقول لك في 14000 بحث اتكلم على يعني ذكر البي سي ار، بتبتدي انت تقول له انا عايز البي سي ار مع الكوفيد، انا عايز البي سي ار مع كذا، انا عايز البي سي ار مع كذا، طبعا بيوضح لك نتائج، يعني انا فرضا ما كنتش عارف ان كنت بشتغل على جين خاص بالانيميا وما كنتش عايزه مش عارفه اوصل للابحاث اللي ريليتد للجينز ده، ابحاث كتيره جدا وداخله في وسط الريسيرش، فلقيت الموضوع ده انك تخش تكتب البي سي ار جينيتك ريسيرش ريليتد للانيميا، كان حاجة اسمها TR triple S جين، وان انت تدور فيطلع لك كل اللي انت عايزه، يطلع لك كل التولز اللي انت بتدور عليها، سواء كان سواء كان الاكستراكشن بتاع الدي ان ايه، سواء كان الالكتروفريسز، سواء كان الستاتستيكال اناليسيس اتعمل ازاي،
كل حاجة اللي انت عايز تشوفها خاصة بالميثودولوجي، خاصة بالميثودولوجي، فتقدر تجيبها من هنا بالظبط. طيب ده بالنسبة للسبيرينج ناتشرال. بالنسبة للفايندينج انستيتيوشنال، ده واحدة من الحاجات اللي بتساعدك انك توصل لجامعة تنشر فيها. للأسف هي مش كل الجامعات المصرية دلوقتي مسجلة فيها، يعني المفروض ان انا لما بستهدف جامعة عايزة انشر فيها ببتدي اخطبهم من هنا، بس لسه دي مش مفعلة بالنسبة لكل الجامعات، فدي قدامها شوية، بس دي لو فعلتها تبقى كنز. يعني الاي تريبل اي دي حاجة خاصة بالهندسة، الاي اي تي دي حاجة خاصة برضو بالهندسة، الاي او بي دي حاجة خاصة بالفيزيكس، حتى الميديكال فيزيكس هتلاقوا بحثها موجودة هنا، ميديكال فيزيكس. الانسيشن دي حاجة خاصة بالجراحة، هتلاقوا فيها كل حاجة خاصة بالاناتومي دي هنا. بس احب انوه لحاجة ان هنا جامعات كبيرة جدا موجودة وفيها كورسات، الكورسات اللي بياخدها هنا بياخد شهادة من جمعية الجراحين الملكية، يعني اللي بياخد الكورس هنا بيطلع له شهادة من جمعية الجراحين الملكية، لان هي حاجة قوية جدا ومعتمدة وفور فري. فانت تخيل ان انت عندك كورس في بلدك هيديك الشهادة بتاع جمعية الجراحين الملكية اوتوماتيكلي. الجي ستور، الجي ستور برضو من الحاجات اللي فيها جورنالز كتيرة جدا، ميديكال جورنالز، وتقدروا تستعرضوها. هي مش يعني مش ضعيفة، بس في نفس الوقت في الأقوى منها. هنا في عندي الجوفا، طبعا دي من شكلها، دي شكل الفيديو، شايفين الشاشة دي، الشاشة دي شكل الفيديو، فمعظم الحاجات اللي موجودة عندها فيديوز، فيها جورنالز وفيها ساينس، بس هي بتحب جدا كل الفيديو. اللي عايز يشوف جراحة جديدة، اللي عايز يشوف تكنيك جديد، انا اكتشفت ان فيها outbreaks videos، يعني لو انت عايز تشوف التفشي الوبائي ده الدنيا اتعملت فيه ازاي، عاملينها فيديوز، فتقدروا ان انتوا تخشوا تستعرضوا كل الفيديوز اللي موجودة، كل الفيديوز الموجودة. ناشونال جيوغرافيك طبعا كلنا عارفينها، ده نيو انجلاند جورنال، واحد من اقدم الجورنالز العالمية، وهتلاقي كل الفوليومز بتاعته موجودة. في عندنا البروكوست، البروكوست فيه حاجتين، الزرقة دي خاصة بالبيزنس ما لناش فيها، اما البروكوست دي فخاصة بالسيزس، فيها كمية رهيبة من الرسائل، كمية رهيبة من الببليش والانببليش سيزس، فتقدروا تشوفوها. واحدة من أهم الحاجات اللي ممكن تعرض لكم السيزس بطريقة كويسة جدا، بنك المعرفة أصلا اشترك فيها عشان خاطر السيزس دي. في عندنا حاجة اسمها كيمستري، عندك رويال كيمستري، دي الناس الريلاكسي، دي برضو حاجات خاصة بالكيمياء، الناس الأبحاث الكيمياء، كيمياء فقط لا غير، ما فيهاش حاجة. الاي كنوت، الاي كنوت دي عشان خاطري خلي بالكم منها جدا، دي حاجة لما تيجي تضغط عليها بتقول لك ايه هي الجورنالز اللي تقدر تنشر فيها، ايه هي الجورنالز اللي تقدر تنشر فيها، وتديك ريكومنديشن. انت بتعمل ابلود للابستراكت بتاعك او التايتل بتاعك، وهو بيديك الجورنالز اللي تقدر تنشر فيها، وبيطلع لك السيميلاريتي. يعني ايه السيميلاريتي؟ مش قصدي في البرجرزم، لا، السيميلاريتي هنا قد ايه الجورنال ده نشر حاجات شبيهه بيك. فانت لما بتيجي تستعرضها هنا بترفع الابستراكت والتايتل بتاعك، هنا بتسيرش، بترفع الابستراكت والتايتل بتاعك، سيرش على موضوع معين، ترفع له الابستراكت والتايتل، وتبتدي ان انت تشوف انه مجله افضل لي في ان انا انشر فيه. اوكي، طبعا في زيها اللي هي بالظبط سكايفال، سكايفال زي الايكنو، السكايفال بالظبط بيبقى فيها بنفس الوضع، انك بترفع الابستراكت وبتبتدي تشوف انه مجله انترستد، وتبتدي تشوف السيميلاريتي بتاعتك عامله ازاي. طبعا في مواقع كبيره لما نيجي ناخد محاضره، مش عارفه انا تبقى معاك، واللي هي هاو تو ببلش، لما انا احنا بنستخدم الارتفيشال انتليجنس ان هو يدور على المجله المناسبه لينا ويدينا درجه السيميلاريتي ويدينا سعر المجله وهتنشرنا خلال قد ايه وهترد عليا خلال قد ايه والفاكتور امباكت فاكتور بتاعها قد ايه، واذا كان نسبه الاكسبتنت بتاعها، لان كل ما تبقى نسبه الاكسبتنت بتاع المجله قليله تبقى ان شاء الله اعرف انشر بيها، كل ما تبقى نسبه الاكسبتنت عاليه كل ما المجله دي بتبقى صعبه. فدي من الحاجات اللي لازم حضراتكم تبصوا عليها وتتعلموها كويس جدا. الارتفيشال انتليجنس يمكن لغى الموقعين دول لان هو اسهل كتير، وفي نفس الوقت هو سهل جدا ان انت توصل للسيميلاريتي. لما اكون عايزه قبل ما ابتدي الموضوع اساسا ممكن اكتب شويه ابستراكت كده من دماغي وارفعه، يبتدي يقول لي الجورنال ده نشر قد ايه، فابتدي اطلع الابحاث الريليتد للتوبيك بتاعي بطريقه سهله جدا.
في عندك السبيرينج ماتيريال دي برضو بتستخدم عشان خاطر سبرينجر ماتيريال دي بتستخدم عشان خاطر وانت بتستخدم ماتيريال معين. انا بستخدم تيشو معين وعايزه اشوف الابحاث اللي استخدمته حاجات في اللاب يعني كرايو معين او كالتشر معينه وعايزه اشوف الابحاث اللي استخدمته فتقدروا ان انتوا تبصوا عليه. طبعا بالنسبه للسبيرنج ناتشورال دي الاساسيه الكبيره بتاعتنا اللي نقدر نتصفح بيها كل الكتب بتاعتها والجورنالز بتاعتها ودي دور نشر كبيره جدا تقدروا تبصوا عليها يعني سبيرنج ماتيريال فيها كل حاجه منها السبيرنج ماتيريال نفسها تقدروا تخشوا عليها وتتصفحوها اعملوا بس ريجستريشن عليها ويخشوا دي السبيرنج ماتيريال ماتيريال لا تقدروا تخشوا هنا في البوك بتاعتها الداتابيز انا عايزه الداتابيز الارشيف هي دي اوكي دور نشر كبير جدا طبعا كلنا عارفينها. الفكره بقى في الحته دي ان دي عامله اتفاقيه مع بنك المعرفه المصري دي السبيرنج ناتشورال دي السبيرنج لينك المقصود بيها ان دي عامله اتفاقيه مع بنك المعرفه المصري والنشر فور فري او على الاقل بتاخدوا ويف حوالي 50% فالناس اللي عايزه تنشر انترناشونال كيو 1 وكيو 2 وسعر الدولار مضايقها زي حالاتي يعني انا سعر الدولار بينرفزني جدا لما بلاقي جورنال جايب لي 1200 دولار يعني اوكي طيب انا عايزه استفيد من بلدي يعني انا عايزه استفيد من بنك المعرفه المصري في اتفاقيه بنك المعرفه المصري لما تخش على الهوم بيج ممكن تنزلوا اتفاقيات بنك المعرفه المصري هتلاقوا الاتفاقيه دي موجوده ان انت لو ايجيبشن لو ايجيبشن اوسرز او ايجيبشن ريسيرش وانت الفيرست اوسر فمن حقك انك تاخد خصم على بعض الجورنالز 50% ومن حقك انك تنشر على بعض الجورنالز بويفز 100% الفكره انك لو معاك حد سوداني هي في بعض الدول منها السودان هتنشر فور فري يعني تقريبا هتنشر فور فري لو معاك حد سوداني بالذات يعني عشان هم كمان عندهم بياخدوا نفس الويف هتنشر تقريبا فور فري فمن حقك ان انت تنشر في السبرينجر ناتشورال قدر الامكان براحتك زي ما تحب دي حاجه خاصه بال WFP وده برنامج الغذاء العالمي طبعا انا معلش وانا ممكن انشر وانا معيش ايميل اكاديمي ايميل عادي بتاعي طب هرد عليك في الاخر هنا طيب دلوقتي عندي ده برنامج الدبليو بي في عندي ويلي ده واحد من محركات البحث اللي انا اديته لحضراتكم في اول محاضره ويلي محرك بحث كبير جدا في حوالي جورنالز من 1500 انا مش عارفه هو جاب الجورنال دي منين يعني هو كاتب كده على الويب سايتس بتاعته بس عندنا حوالي 1500 جورنال موجود عليه اوكي فانت تقدر ان انت تنشر ده محرك بحث كبير جدا جدا تقدر ان انت تنشر عليه اهو تبتدي تخش تعمل البحث بتاعك التيرمز بتاعتك بتدور فين في التايتل اوكي كمل شوف الموضوع بتاعك زي ما تحب هتلاقي الادفانسد سيرش موجود هتلاقي السيرش العادي موجود اهو لو عايز تكتب ارتكلز لو عايز تكتب ببلش لو كتبنا اهو برده كوفيد 19 اوكي everything هنا بيقول لك انت عايز الكتب بيستعرض معاك اول حاجه الكتب على فكره ودي كل الارتكلز اللي خاصه بالكوفيد اخر حاجه نشرت في الاسبوع اللي فات كانت 463 الاسبوع اللي فات بس كان في 500 بحث نشروا عن الكوفيد هنا فيعني طبعا لو انت عايز بوكس تقدر تدوس لو انت عايز جورنال تقدر تختار فده متاح لحضراتكم وبرضه الداونلود عايز تطلع على سمري خاص بهذه الدراسه تقدر تشوف سمري بهذه الدراسه بالكامل مش النت مش مساعد اوكي او سمري هو ظهر بالدراسه بالكامل لو انت عايز تقرا في هذا الموضوع ده كده طبعا اكاديمي نيويورك اكاديمي اوف ساينس دي زي حاجه زي جامعه هارفارد شويه مكتبة مفتوحة للجامعات الأكاديمية في نيويورك دي مكتبة مفتوحة بس هي مش updated قوي مكتبة جامعة هارفارد أولى يعني هتلاقوا فيها حاجات أقوى بس هي طبعا محتاجة مش مفتوحة برضو للكل بس اللي أخدوا هارفارد عندهم لينكات مفتوحة ليهم فنقدر نستعين بزمايلنا لو أخدوا هارفارد نستعين بيهم كويس قوي يعني أنا كده خلصت بنك المعرفة المصري أنا كده استعرضت مع حضراتكم كل طرق البحث اللي موجودة أخيرا بس هقول لحضراتكم آخر الطرق احنا بنوصل للساينس بالمنظر ده للهوم بيج الهوم بيج انت عندك خمس طرق تدور فيها في بنك المعرفه المصري تستخدم الادفانسد سيرش وده من حقك لما كانك بتعمل سيرش بلاننج باستخدام اند اور كوتيشن زي ما تحب
عايز ان انت تدور في الانترناشنال داتابيز دور على الانجليش سورس، عايز تدور في الناشنال داتابيز دور على الايجيبشن اوتبوت، عايز تدور بالسبجكت فموضوع معين بالسبجكت براوزنج، عايز تدور بمور نوروي توبيك دور بالادفانس براوزنج. انا كده خلصت واتمنى المحاضره تكون فادت حضراتكم. شكرا. ألف شكر لحضرتك يا دكتورة هناء، الحقيقة معلومات كتير قوي قوي، ويعني أنا حاولت أختصر والله ده، أنا يعني معلومات فعلا كتير كتير وقيمة جدا، وحقيقة ما شاء الله يعني قلتيها بطريقة مبسطة وجميلة فعلا، يعني جزاك الله كل خير. يعني هو الميزة إن المحاضرات مسجلة، فيعني اللي مش طبعا مش هيلحق افتكر كل ده، لان كتير بصراحة يعني حاجات جميلة فعلا كتير قوي، يعني ما شاء الله يعني. الله يفرجك يا رب. زي حضرتك يا دكتورة، التسجيلات بتنزل فين بعد اذنك؟ نعم، التسجيلات بتنزل فين؟ يعني اي جروب بتنزل عليه؟ والمفروض في لينا يعني زي يوتيوب عليها التسجيلات دي، في لينك ليها. دكتورة دعاء معانا؟ دكتورة دعاء اسم تشانل ايه؟ دكتور مع حضرتك. طيب هما بس بيسألوا التسجيلات عشان عايزين يخشوا يشوفوها ويسمعوها تاني. طيب التسجيلات موجودة على جروب بتاع CME كلها، وموجودة على جروب التليجرام، كل التسجيلات بتاعت الـ CME من يوم ما بدأنا لحد دلوقتي. فاللي مش مشترك على جروب التليجرام بتاعنا ممكن اللينك انا مش عارف ابعته لكم ازاي. لو في حد انت حضرتك ده جيت النهارده ازاي، او حضرت الدعوه دي ازاي النهارده؟ حضرتك من جروب الواتس بتاع الدكتوره هناء اللي هو ساينتفك رايتنج. انتوا طبعا الجروب بتاعي. طيب انا ابعت لحضراتكم لينكات دكتور تامر، مش مشكله حضرتك فضلا دكتوره هناء ابعتي اللينك، انا هبعت لحضرتك تاني اللينك بتاع سي ام اي جروب، وهبعت لحضرك اللينك بتاع التليجرام. التليجرام الميزه اللي فيه ان انت لما هتخشي عليه هتلاقي كل المحاضرات السابقه موجوده. جزاك الله خير يا دكتور، شكرا جدا. شكرا يا دكتوره هناء، ربنا يبارك فيكم يا رب. شكرا دكتوره هناء، انا بشكر حضرتك على المحاضره القيمه دي. الله يخليك يا دكتور. محاضره هامه جدا لشباب الباحثين وكبار الباحثين، يعني انا بيرسونالي يعني في معلومات جديده يعني عليا، ان انا ما كنتش عارف ان انا اقدر ان انا اوصل لها بالسهوله دي وبالسلاسه دي من خلال بنك المعرفه المصري. فهي محاضره هامه جدا، وكونها محاضره مسجله هتكون متاحه ان شاء الله لاي حد يحب يعني يسمعها، او ان هو يعمل لها شير لاي حد من زملائنا في الباحثين اللي هم يعني يقدروا يستفيدوا بالبنك المعرفه المصري. وبكرر شكر لحضرتك مره تانية، وانا عارف الاسبوع الجاي هتكون اخر محاضره لحضرتك معانا ان شاء الله، بس مش هتكون الاخيره يعني، بس هي اخر محاضره في السلسله دي، وهتكون على الارتفيشال انتليجنس واستعمالات الانتليجنس في الريسيرش. فان شاء الله احنا يعني كلنا شوق يعني لحضور محاضره حضرتك الاسبوع الجاي ان شاء الله. وبكرر شكر تاني على يعني الدوره التدريبيه على مدار 5 أسابيع، حضرتك يعني بذلت فيها مجهود كبير صراحه، مجهود يعني رائع يعني بجد فعلا، مجهود جامد. الله يبارك لك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.